أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، عنوان هذا التذكير المتواضع: تذكيرات بمناسبة توديع سنة واستقبال أخرى. كما يعلم الجميع، نحن الآن نودع سنة هي سنة 1443، وبالمقابل نستقبل سنة 1444 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا الحدث يسمح بتقديم مجموعة من الإشارات. أولها أن انتهاء السنة يعني أن عاما من أعمارنا قد انقضى. معنى ذلك أن الأعمار تنقص، وما دامت تنقص فإنها إلى نهاية. الأمر الثاني أو التذكير الثاني أن السنة التي رحلت حملت معها الصالحة والطالحة من أعمالنا، فيجب علينا أن نجدد المحاسبة، فما كان صالحا من تلك الأعمال حمدنا الله سبحانه وتعالى على ذلك، وما كان منها طالحا فلا زال أمامنا وقت من أجل التوبة والاستغفار ورد المظالم. التذكير الثالث أن السنة الراحلة كانت فيها منح، ولكن أيضا كانت فيها محن. المنح تتمثل في فضل الله سبحانه وتعالى وما يغدقه علينا من فضله وجوده وكرمه، ولا نستطيع أن نؤدي شكر ذلك مهما بذلنا من مجهود. والمحن تتجلى في أمور عانت البشرية منها، ونحن جزءا من هذه البشرية، ولا زال كثير من هذه المحن مستمرة إلى يومنا هذا. التذكير الآخر أن أملنا في الله سبحانه وتعالى عظيم، أن يأتي العام الجديد بالفرج، أن يأتي بالشفاء من هذا الوباء الذي حط رحاله بيننا وعمر طويلا. أملنا في الله تعالى كذلك أن يأتي بالغيث الذي يحيي به البلاد والعباد، ووسيلة كل ذلك قول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلينا أن نغير حياتنا ليغير الله سبحانه وتعالى ما بنا.
وعلينا معشر الإخوة والأخوات أن نستقبل العام الجديد بالأمل، ومن ظن بالله خيرا فعل الله به الخير، أن نستقبل العام الجديد بالتوبة والرجوع إلى الله وتدارك ما وقع فينا أو منا من التفريط والتقصير، أن نستقبل العام بالدعاء والتضرع، والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين العاملين. ثم تذكير آخر أنه شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يتزامن هذا العام مع عيد العرش المجيد في المغرب، عيد البيعة الشرعية لمولانا أمير المؤمنين، عيد الأمل الذي من خلاله نتذكر ما يحرص عليه هذا الملك الصالح المصلح، وما يرتجيه وما يريده لبلده من خير وتنمية وازدهار. كما نرفع أكف الضراعة إلى العلي القدير أن يجدد أردية الشفاء والصحة والعافية لهذا الملك العظيم، وأن يعينه على تحقيق ما يبتغيه من عزة ورفعة للمغاربة وللعرب وللمسلمين وللأفارقة وللبشرية جمعاء، والله لا يضيع أجر الصادقين المخلصين العاملين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.